السلام عليكم اخويا. السلام عليكم اختي. هذه قناه تعليميه، ماشي غير تعليميه ديال القرايه، ولكن بعض المرات كنعطيكم فيديوهات اللي كنحضروكم من بعد الاشياء. اذا كنا كلشي تقريبا عنده لاكارت، سواء كانت في باري بونك ولا البنسيور ولا تجاري ولا السي اش، عندكم لاكارت في هذا الواي فاي. دابا اللي بغيت نشير ليه هو ان هذه لاكارت هذه بالنسبه لك انت كمستخدم اللي كتخدمها وكتشري بها وكتدير بزاف حوايج، انت بخطر الا ما كنتيش عارف المعلومات اللي غادي نعطيك. الا ما كنتيش عارف المعلومات راه بخطر. دابا المغرب مؤخرا دخل لي زاباري اللي متطورين اللي كنخلصو بهم اوتوماتيكمون، مثلا محلين كتعطيهم لاكارت ديالك كيعطاتك تتخلص. دابا راه دخلو لي زاباري راه غيدوز غير من حداك، يدوز من حداك او لا يوصل حدا الجيب ديالك يقيسك تتخلص، يعني يقد يسرق لك الفلوس وانت ما حاش. اذا هنا تبع معايا مزيان، غادي نعطيك كيفاش يمكن لك تخدم هاد لاكارت وكيفاش انت غتخدمها انت ما تخدمها. انا بارطاجيت معكم المعلومات الشخصيه ديالي، هاد البطاقه اللي كتكون هنا اي واحد عنده بريد بنك، عنده بنك بوبيلر، راه كيلقى لاكارت ديال هاد الاسم هذا، راه هو اللي تصاوب هاد لاكارت. ودابا غادي نبدا معكم لقطه لقطه كيفاش غادي دير، وهادشي راه درتو بالمحتوى ديالي وبالاضافه لانني حميت المحتوى ديالي، المعلومات ديالي باش ما يطاوليكمش. ونبداو على بركه. اذا اول صفحه كندخلو ليها ملي كنبغيو مثلا ندخلو لابليكاسيون، وضروري خاصني ندير لابليكاسيون. ملي كتبغي تدخل لابليكاسيون عندك في التليفون دايره الوجهيه ديال لابليكاسيون بحال، يعني اي واحد عنده ابليكاسيون ديال البنكه ديالو. بالنسبه لهذا باليد بنك او الشعبي، بالنسبه للشعبي عندهم هاد الخاصيه. بالنسبه للبنوك برايم الا ما كانش عندهم هاد الخاصيه، حاول تبع نفس الطريقه اللي غادي ندير وشوف واش تبقى عندك هاد الكارت او لا. اذا اول مره كتبقى ليدونتيتي ديالك هنا كدير، ومن بعد كدير المود دو باس. اذا من بعد هنا كتسيزي المود دو باس ديالك، كتبرك على كونيكتي، كتشلح لك كتحل لك لابليكاسيون، كتطلع لك هاد الواجهه بحال هكا. كتلقى واحد الراجل مبتسم، يعني راه عندك الفلوس في الكونت، هادي راه باينه. نهار كيطلع ليه الدر راه ما كيكونش عندك الفلوس في الكونت. إذا اللي غادي البلاصة اللي غتبرك عليها غادي تجي وغتبرك على هاد لابليكاسيون فوالا. إذا ندير لكم لقطة هكا ولقطة هكا، منين قلنا جينا هنا غتفتح لينا هاد الواجهة، غادي نبركو على هاد السهم اللي هنا، غادي يطلع لينا الواجهة بحال هكا. إذا ملي غنبركو على هاد لابليكاسيون غيطلع هاد المنيو كامل. إذا علاش غادي نبركو؟ غنبركو على لي كارت بحال اللي غيبان لكم، غيطلعو لك ملي تبرك على لي كارت، غيطلعو لك كاع لي كارت اللي عندك. عندك جوج لي كارت، عندك ثلاثة لي كارت، عندك أربعة، عندك خمسة، المهم كاملين كيطلعو. ولكن الحاجة اللي بغيت تحط ليها البال هما أنهم كلهم إيطا أكتيف، يعني في هاد الحالة أنت معرض للسرقة مليون في المية. سمعتوش؟ قلت معرض للسرقة مليون في المية. إذا باش خاصك تحمي راسك، خاصك أسيدي ديزاكتيفي هاد لاكارت، باش حتى إلا شي واحد صحتك الله يحفظ لك ما يهزهاش شي واحد يمشي مثلا البيم يتقدم اللي يبغى ويقول له هاك خلص. وحنايا بيم ما كيطلبولناش لاكارت ناسيونال باش نعرفو واش حنا هو مول لاكارت ولا لا، ما عندهمش. هما سوق، هما سوق بيتي سلعه خلصها الله يعاونك، ما كيهمناش حنا. انت هنا باش تحمي راسك وخا طيح لك لاكارت، الا هزها شي واحد يبغي يمشي يخلص ما غاديش تخلص ليه، يبغي يمشي يدير اي حاجه بها في الاخر غيطلع عليه الدم وغادي يلعب. اذا هنايا هاد لي كارت اللي عندك هنا اكتيفي خاصك ديزاكتيفيهم. كيفاش الطريقه باش ديزاكتيفيهم؟ اذا غتضغط على هاد الرمز اللي عندك هنا، اوتوماتيكمون غيطلع لك واحد الميساج اللي كيقول لك ديزاكتيفي لا كارت اي كارت. مثلا اي كارت عندي انا، الا بغيت ديزاكتيفيها كنبرك على هذا، كيقول لي ديزاكتيفي، وكنبرك على ديزاكتيف، كنختار ديزاكتيف وكتولي حاله ديزاكتيفي بحال اللي غادي نقول. يطلع لي ميساج كيقول لي لا كارت ا ايتي ديزاكتيفي افيك سوكسيس. ماشي ديزاكتيفي يعني راه بلوكات ليا، نو، راه ديزاكتيفات ماشي بلوكي. ما تمشيش غلط، كاين فرق ما بين بلوكي وديزاكتيفي. ديزاكتيفي يعني واحد لو مومون، واحد لانستونتاني يمكن ليا نعاود اكتيفي. بلوكي خاصك تمشي لاجونس. دابا هنايا قال لي ديزاكتيفي، كتجي اوتوماتيكمون قبيله كانت انا اكتيفي ولات عندي اناكتيفي. اذا اناكتيفي راه بقى الصالحه للاستعمال حتى نديرها انا اكتيفي. واش واضح هادشي؟ مثلا انا الايكار كنشري منها من الانترنت ديالي، هادي غير خبيت المعلومات وخليت السميه باش تعرفوني هنا، تنبت ليها ديزاكتيفي
ربما شي واحد يطيح على الكود ديالي بدا يشري ليا من الانترنت وبدا يشري وانا ما يكونش على بالي في الاخر ندير هذا القاضي ان الفلوس ديالي مشاو ليا ولا شي حاجه. اذا نزيد لها ديزاكتيفي واخا طيح على الكود تديرو كيقول لك الكود ما كاينش مزيان. نفس الطريقه اللي درت الايكار غادي نديرها لاكارت لي هذيك اللي كتكون كاع اي واحد كتمشي كدير كارت ديال شي كيخرجوا لك. اي واحد دابا مثلا عنده واحد صالير معين كتكون عنده اما حمراء اما صفراء اما الى حتى هذه نفس الطريقه غادي ندير ليها. غادي نبرك على راه تمشي هنايا غيطلع لي الميساج ديزاكتيفي ولا كات اي تي ديزاكتيفي غنطلع لكم الصفحه باش تشوفوا بانهم ديزاكتيفي. اذا حتى هي كتطلع لي ديزاكتيفي لا بريم كوبادور دا تنبرك على ديزاكتيفي اوتوماتيكمون كيوليو عندي لي دو كار اناكتيف. وانا في هذه الحاله هذا محمي حامي راسي وحامي رزق وليداتي من السرقه. ما شفتو عطيتكم الطريقه كيفاش ديروا. هذه بالنسبه للناس اللي عندهم البنك الشعبي حتى عندي لابليكاسيون بنك الشعبي بارطاجيت معكم ديال البنك الشعبي. نشوف اذا لقيت الدراري مثلا صحابي عندهم بنكات اخرين وعندهم نفس لوبسيون ندير جي جي حتى ونوريكم كيفاش غادي ديروا باش ديزاكتيفيو. واللي مهم من هادشي كامل هو حميو راسكم وحاول انك هذا الفيديو هذا ما تخليش عندي. غادي نشوف ولي كارت بجوج منين كنحلوهم كيبانوا لينا بحال هكا. شوفوا هنا عندنا ماي اي كارت الحاله ديالها اناكتيف وعندنا على بريما كوبارد جي حتى هي اناكتيف. ولا عندك شي كارت اخرى راه كيكونوا بزاف ديال لي كارت. الا عندك نوع اخر حتى هو غتبقى ديزاكتيف. امتى غادي ناكتيفيها؟ ملي نكون انايا اون فاس للفيشي بغيت نتيري الفلوس ديالي اولا بغيت نخلص شي واحد من بلاصه نجبد التليفون ديالي طق 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 ردها اكتيفي نخلصو يتخلص في بلاصه ندير ليها ديزاكتيف. هاد المعلومات اللي عطيتكم انا ما كنظنش المعلومات تخليهم عندكم. الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد الفيديو يبارطاجيه لخو المسلم. راه ما تبغيش تشدك الشمته يديوك انت فلوسك وخوك المسلم يديو له فلوسك تقدر تحط عليه. راه واحد المثل واحد المثل شعبي كيقول اللي دار راسو في المخالة ونقبوه. وهي هادي هما جابوا لنا لي كارت داروا لنا لي كارت حنا ما عارفينش الاستعمالات ديال لي كارت ما عارفينش المخاطر ديال لي كارت ما عارفينش بزاف ديال الحوايج. اذا الله يرحم لكم الوالدين بارطاجيو الفيديو لاوسع نطاق الاوسع ميتا باش الناس اللي عندهم هاد لاكارت يردوا بالهم وما يضيع عليهمش الرزق ديال وليداتهم كيما ما يضيع عليناش حنا الرزق ديال وليداتنا كيما ما يضيع عليكش انت اللي كتسمع لهاد الفيديو دابا الرزق ديال وليداتك. اذا بون شونس تو مون كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم ووصلوه الفيديو بغيناه يوصل اللي شاف الفيديو يبارطاجي. يلا معكم بروفيشان خليكم على خير بون كوراج تو مون. السلام عليكم.